نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي معنى التأويل عند المتأخرين، هل معناه صرف معنى اللفظ عن ظاهره بدليل أو بلا دليل؟ بلا دليل باطل، اللفظ على ظاهره إلا إذا دل دليل صحيح أنه ليس على ظاهره وأن له معنى آخر غير ما يظهر منه. هذه القاعدة، تأويل المتأخر على قسمين: التأويل الذي له دليل صحيح هذا صحيح، التأويل الذي ليس له دليل صحيح هذا باطل. مثل تأويلهم الصفات عن ظاهرها هذا ما عليه دليل، فهو باطل، تأويل باطل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.